بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله رب العالمين هنبدا النهارده نشتغل تاني بعد العيد. كل سنه وانتم طيبين. اوعى تكون لسه مأندخ لحد النهارده. الطبيعي انك انت بتذاكر من امبارح، ولو ما كنتش بدات تذاكر ابدا ذاكر، ربنا يهديك. الفتره دي انا هنزل يوميا فيديوهات يوميا بحيث ننجز نفسنا في الكتاب ده عشان الناس تلحق تحل لها شويه امتحانات محترمه. فتره الامتحان هنحل في الاسبوع مثلا 10 امتحانات. هظبط الآلية اللي هنحل بيها، ولكن خلونا نخلص الكتاب ده الأول في وقت إن شاء الله خلال 5 أيام من النهاردة هكون سجلت الكتاب ده كاملا، لا أعتكفن عليه يعني حتى أنهيه. تعالوا معايا كده يا شباب في أول سؤال، بيقول لي The story that I read was an A1. القصة اللي أنا قرأتها كانت قصة إيه؟ I recommend it for you to read. أنا بوصيك تقرأها. Inspired دي معناها ملهم. طب inspiringly معناها بشكل ملهم، ودي ظرف. طيب وزي يعني ظرف عايز بعدها صفة. inspire معناها يلهم وده الفاعل، inspiring معناها ملهم ودي صفة. فأنا هفكر يا إما inspiring يا إما inspired، لأن دول صفات لكلمة one. فأنت بتقول إن القصة دي كانت قصة ملهمة ولا ملهمة؟ ملهمة، فناخد inspiring. The not person in the street is a lot better off than they were 40 years ago. ده الشخص الإيه في الشارع بيكون افضل مما كان عليه 40 years ago. average person اللي هو انت، بما ان person دي شخص يعني اسم، والاسم عايز صفه، فعشان كده هناخد average حتى من غير المعنى، حتى عشان القاعده دي average person. رقم 3، he has another reason for every dumb thing he does. he says he will understand someday. بيقول لك هو عنده سبب جيد. والله سبب دي اسم، الاسم عايز قبله صفه، فعشان كده good. لديه سبب جيد لكل ما يفعله. Is this realistic salary for such an odd job? هل ده مرتب واقعي لهذه الوظيفة؟ تل أكيد وظيفة اسم، عايزين قبلها صفة. دي اسم بره اللعبة، ودي responsibility المسؤولية برضو بره اللعبة. Responsibly دي برضو ظرف بره اللعبة، أنت عايز صفة يبقى responsible. حتى المعنى هيقول لك responsible job وظيفة مسؤولة. Nobody treats her not to the other employees. لا أحد يعاملها بشكل مختلف عن الآخرين. يبقى بشكل مختلف يبقى differently، عشان انت بتقول يعامله بشكل مختلف. بعد الفعل دايما انت حضرتك محتاج ظرف. طيب I wasn't sure if I combine my job with playing handball. بقول لك انا ما كنتش متأكد اذا كنت انا هعرف اجمع بنجاح. انت قلت لي بنجاح، بنجاح يبقى انت عايز successfully، يعني اما دي يا اما دي، لكن رقم A ورقم B بره اللعبة. طيب والله بعد F عايزين الفاعل يعمل حاجة، دي بدأ بالفعل المساعد، اطلعي بره، يبقى هناخد رقم D. احمد A has always worked hard ولا has hard؟ الطبيعي انك انت بتستخدم الفعل المساعد وبعدين الظرف وبعدين الفعل، يبقى رقم ايه اللي صح؟ طيب ده كده الفعل المساعد وبعدين الظرف، الفعل المساعد خلينا اكتبها لك، وبعدين الظرف وبعدين الفعل. انت عايز تعملها مضارع مستمر هتقول is always working. طب عايز تعملها مثلا بالمستقبل will always work وهكذا. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 8، هبه كان سويم، هبه بتعرف تسبح بشكل جيد. ويل وكان ممكن نقول هنا ان ا جود واي وتبقى صح. هي از نوت ناو، هو ايه الان؟ اكستريم سكسسفول، لا بص سكسسفول دي ناجح حلو صفه، وصفه عايزه قبلها ظرف، يبقى انت عايز تطلع دي بره ودي بره، انت عايز اللي فيها ظرف. ادي اكستريملي وادي اكستريملي. والله اكستريملي سكسسفول عباره عن ظرف وبعدين صفه، لكن دي ظرف وبعدين اسم، الاسم ملوش علاقه بالظرف تماما، الاسم عايز صفه. Some of our successful athletes، بعض الرياضيين الناجحين، here to train for more than 20 years. For دي يعني مضارع تام، وقولك بقالهم 20، أكتر من 20 سنة وهم بيأتوا هنا، يبقى حدث مستمر، يبقى have been coming. I have not here for a long time so I can show you what to do. بقولك أنا إيه هنا بقالي فترة طويلة، عشان كده أنا هوريك تعمل إيه. يبقى أنا أكيد بشتغل هنا من فترة طويلة، يبقى I have been working. وانا شايف ان المفروض يشيل هاف ورك دي، لان ممكن اقول لك انا اشتغلت هنا فتره طويله فممكن افهمك تعمل ايه، بس المنطق بما انه جاب الاثنين فانت تقول انا بشتغل هنا بقالي فتره طويله، عشان كده تعالى وانا اوريك هتعمل ايه في الشغلانه دي. طيب بقول لك I not ill since we last met. انا مريض يعني منذ تقابلنا اخر مره، بدايه was being بره وهاب been being بره، لان مفيش حاجه اسمها verb to be في مستمر. يا ترى I have been ولا I was؟ والله since عايز قبلها مضارع تام، يبقى انت تاخد have been، وكان ممكن اقول لك I am. She had not ever. ever دي بتيجي مع hardly wish كده من غير نقاش، hardly ever، لكن almost no. Angela is able to do her current job in a not way. Angela بتعرف تقوم بوظيفتها in a صفة وبعدين way.
طيب perfect دي صفة، perfect صفة، perfectly ظرف. طيب perfectly ظرف اعمل ايه بقى؟ لاحظ انك انت ممكن تقول in a perfect way، حلو. طيب او انك تستخدم ظرف وبعدين صفة، ما انت عارف ان الظرف بيجي بعده دايما صفة، فعشان كده تقول الظرف perfectly وبعدين صفة normal، فانت تروح قايل perfectly normal اللي هي رقم C. تاني كده انت قدامك حل من اتنين للجملة دي، الاولاني انك تقول in a perfectly normal way او in a perfect way، وكان ممكن تقول برضو in a normal way. المهم انك انت لو هتستخدم صفة بس اهلا وسهلا، طب هنستخدم ظرف يبقى نستخدم الظرف وبعدين الصفة، ما ينفعش نعكس. where a قال لك we not for you for half an hour، وعايز اقول له اين كنت، نحن ننتظرك منذ اكثر من ساعة، ننتظرك ومستمرين في الانتظار، حلو. طيب وعايز اقول له اين كنت، فطبيعة الحال مش هينفع اقول له where have you been being، دي بره اللعبة ما فيش حاجة اسمها مستمر مع الفيرب to be، وكذلك هنا برضو بره. طب فهقول له where have you been، اين كنت، we have been waited، احنا كنا منتظرين، ده مجهول، ولا where have you been، we have been waiting، اين كنت، نحن كنا ننتظرك وما زلنا مستمرين. we not about learning Spanish for a while but we a good course yet، احنا بنفكر في ان احنا نتعلم اسباني بقالنا فترة بس احنا لم نجد كورس جيد بعد. خد بالك انت قلت لي هنا لم نجد، وهتقول لي هنا نحن نفكر ومستمرين في التفكير يعني، فهتقول لي بقى we have been thinking، دي مظبوطة. we haven't been finding، والله find دي ما تجيش في مستمر لانها فعل لحظي. we have thought يعني فكرنا، طب have thought برضو فكرنا، انت عايز تقول بنفكر، you have been thinking دي احنا بنفكر في كورس الاسباني بس we haven't found يعني لم نجد، يبقى انت كده خدت الرقم دي. طيب الجملة بعد كده رقم 17، he is very busy because he has not ways of achieving success، هو مشغول لان هو يبحث طرقا لتحقيق النجاح، يبحث يعني مستمر، يبقى he has been ing and has been searching، طبعا ما فيش حاجة اسمها has و ing، طبعا has searched نفكر فيها لانها مضارع تام، و has been searched ده لو مجهول، انت بتقول هو مشغول لانه بيبحث في طرق يبحث ومستمر. ايمان ايه her job since she started working in December، والله since بعدها ماضي بسيط وقبلها مضارع تام، يبقى ناخد has loved، ما ناخدش love لان love دي من الافعال اللي ما تجيش مستمر. طيب he wanted his family to feel not of him، هو عايز اسرته انها تشعر بالفخر به، الطبيعي انك هتفكر في feel proud، حلو، او انك تفكر في real برايد عشان يبقى ايه، عشان اسم مع صفة، او انك تقول لي really اللي هي ظرف بس هتجيب بعدها براود اللي هي صفة، فانت عندك كم احتمال، ثلاثة، انك تقول feel proud يشعرنا بالفخر، feel real pride يشعرنا بالفخر التام، او feel really proud يشعرنا انهم فخورين تماما. الطبيعي مين بقى قدامي، اول حاجة كده مديني real مع proud، لا real عايزة pride، really pride، لا really عايزة proud زي ما اتفقنا really proud، طب ريل براودلي بره خالص لانه عكس جايب الصفه وبعدين ظرف، لا احنا بنجيب ظرف وبعدين صفه، يبقى ريل براود رقم دي. since that time هي منذ ذلك الوقت، وهو has extreme been، بص انت عايز تقول لي احنا زي ما اتفقنا قبل كده احنا بنجيب الفعل المساعد وبعدين الظرف وبعدين فعل، فهتقول لي has وبعدين extremely وتكمل، طب has been دي بره، has extreme برضو بره، has been extreme اللي احنا عايزين الظرف دي صح اهي، عشان has been ده الفعل على بعضه طبعا زي ما انت فاهم، has been وبعدين الظرف وبعدين الصفة، دي مظبوطة. طب دي has been وبعدين الصفة وبعدين صفة تانية برضو مرة بره اللعبة. طب has successful احنا متفقين احنا عايزين فعل مساعد يا عم اللي هو has been دي على بعضها كده، وبعدين extremely اللي هي الظرف وبعدين successful. طيب احنا كده قلنا has been extremely successful، التانية رقم 21، طبعا خلاص سي 21، هدى worked which is why she said in her exams، هي هدى اشتغلت بجد تماما، يبقى really hard انت معاك really hard، ما انت عايز ظرف وصفة، which is why she did ادت بشكل جيد، يبقى رقم ايه دي اللي مظبوطة. طيب معلش الباقيين غلط ليه، real hard لا real صفة وهارد صفة بره اللعبة، المفروض نقول ريلي هارد، طبعا مفيش حاجة اسمها يفعل جيد، المفروض ان هو يؤدي جيد، لا يؤدي بشكل جيد، فالمفروض كنا عايزين في الناحية التانية ظرف، طب ما هو هنا مديني ظرف بس اداك الأولانية ظرفين ورا بعضهم ريلي هاردلي،
يبقى انت قلت لي كده هدى عملت ريلي هارد بجد بشكل جاد جدا، لذلك ادب بشكل جيد. رقم 22 بيقول لك فرنش از هير فيفورت سبجكت، الفرنساوي ده هي الماده المفضله بالنسبه لها. شي لايكس ات، بتحبها جدا اكثر ما يكون، يبقى موست. وانت عارف ان كلمه موست هنا معناها فيري ماتش، تحبها اكثر ما يكون. it seems like ages since، والله بيقول لك يبدو وكانها سنوات منذ، بعد since عايز مضارع تام. حلو، وي فين الفاعل؟ دي بدأ بالفعل، مفيش فاعل، مفيش فاعل، طبعا هنا بدأ بالفاعل ودي بدأ بالفاعل. احنا قبل سينس عايزين مضارع تام، سوري لسه صاحي منهم، بس سينس قبلها مضارع تام، بعدها بيكون في ماضي بسيط. حلو، طب ما هو ده ماضي وده ماضي، الماضي يكون ماضي بسيط، يبقى وي لاست ميت. I have known her since not، انا عارفها منذ ايه. She has been six، لا اللي سينس بيجي قبلها المضارع التام، بعدها الماضي البسيط، يبقى since she was six. رقم 25 I know not six letters، والله عدد، العدد ممنوع نستخدم فيه مستمر، طلع مستمر بره، طلع مستمر بره، هتلاقيها صفت على واحدة بس، يبقى I have written هي اللي صح. 26 since I graduated، منذ تخرجت، والله since عايزة ماضي بسيط ومضارع تام عموما يعني. حلو، فانت هتفكر، ما تفكرش في will، هتقول بقى has و have worked و have been working، الاتنين صح. ليه؟ بص، هو لو هو في الجملة دي ما ادانيش بي اند سي، هتفكر وتاخد اختيار واحدة بس. تعال ترجم، منذ تخرجت وانا اعمل في هذا البنك، يبقى الطبيعي كنت هتفكر في هابن وركينج لوحديها. طب هو مديك بي وسي، فهما الاثنين صح. القصة بتحصل مع افعال زي كلمة ليف برضو، ممكن اقول لك since I graduated I have lived in Cairo I have been living in Cairo، الاثنين صح. طيب بعد كده رقم 27 he is hard working man he has been successful in business، لانه انت عايز تقول ايه؟ لانه يكون جادا في عمله. هي از دي جمله سليمه، فهنطلع ديوتو بره. ثانيا واي عايزه ماضي مستمر، ثانيا وين معناها عندما، وانت عايز تقول لانه جادا في عمله هو نجح في البيزنس. This girl diabetic since her childhood، هذه الفتاه بتكون مريضه سكر منذ طفولتها. والله سينس عايز قبلها مضارع تام، بس انت عارف ان مفيش حاجه اسمها has been being، ولا في حاجه اسمها is being، مفيش فيرب تو بي في المستمر. تمام، الحاجة التانية يعني سينس عايزين قبلها مضارع تام أو مضارع بسيط، فهناخد has been، وكان ينفع نقول هنا is. People have not trees in gardens for thousands of years، والله لمدة آلاف السنين والناس بيزرعوا، يبقى people have been growing. طبعا have been growing دي مجهول، have ing بعدها ممنوع طبعا، have been لا اسمها have been. My brother is in central bank for many years he no longer works there، بقول لك هو بطل يشتغل. انت عارف اصلا ان فور دي بتيجي مع حدثين، حدث يكون مستمر وحدث يكون انتهى. لو الحدث انتهى فاحنا ناخد ماضي بسيط، لو حدث مستمر فاحنا ناخد مضارع تام. الراجل بيقول لك هنا ايه؟ هو لم يعد يعمل، حدث انتهى، حدث انتهى، يبقى تاخد ماضي بسيط اللي هي worked. طيب اللي بعد كده you not the hole it looks lovely، انت ايه هذه الصالة انها تبدو جميلة. ما دام تبدو جميلة يبقى انت خلصت تنظيف الصالة، يبقى هاف ديكوريتد او خلاص تزيين. طب ليه مش هاد؟ لان الراجل بيقول لك ات لوكس، يعني معنى كده ان الحدث لسه قدام عينك مضارع. اي نو ذا موفي يو ريكومندد اي ام انجويينج ات، بما انه بيقول لك اي ام انجويينج ات يعني انا بستمتع بالفيلم ده فعلا، ده طلع جميل، معنى كده انك انت لسه بتسمع، يبقى اي هاف بين واتشنج. طب ليه ما نقولش هاف واتشد؟ هاف واتشد معناها انك انت خلصت سماع، ازاي انت خلصت ولسه بتستمتع الى الان؟ بما انك لسه بتستمتع يبقى انت لسه بتسمع. هي 3 كابس، ما دام اداني عدد يبقى ممنوع ناخد مستمر، فالإز درينكينج دي بره ودي برضو بره. يا ترى هاد درانك ولا هاز درانك؟ هنشوف الجمله الثانيه، مديني سنس وبعدها ماضي بسيط، وسنس عايز قبلها مضارع تام، فحضرتك هتاخد هاز درانك. زي نوت ان لندن سينس 2004 زي ار ستيل ليفينج ذير، بص هنا بقى الجمله زي ما قلت لك ينفع نستخدم هاف ليفت وهاف بين ليفينج، بس هاف ليفت معناها ان الموضوع خلص، لكن دي معناها ان الموضوع مستمر. بما انك انت قلت لي هم ما زال يعيشون هناك فناخد هاب بين ليفينج. طب افرض ما ادانيش الجمله الاخيره دي، افرض ما ادانيش دي وقال لك زي نوت ان لندن سينس 2004 كنا خدنا هاف ليفد وهاف بين ليفينج. الجمله رقم 35 شي نوت لانش فور 2 اورز بيفور هير تشيلدرن ريتيرند هوم، هنفكر واحده بواحده كده. والله انت راجل مديني هنا بيفور، حلو، مديني بعد بيفور ماضي، يبقى اللي قبلها برضو ماضي، حلو الكلام، فانا افكر في هاد وافكر في هاد. طب هاد بريبيرد ولا هاد بين بريبيرنج؟ القاعده بتقول ان لما يكون معاك فوق بيفور
و4، فانت كده بتفكر في تام مستمر. طب مضارع ولا ماضي يا سيدي؟ ما هو بما ان ده ماضي فانت عايز ماضي تام مستمر، يبقى had been preparing. I reading the book you recommended so we can talk about it now. انا خلصت القراءة عشان كده يلا ندردش بقى ونتناقش في الكتاب، يعني انك كده خلصت يبقى have finished اللي هي رقم بي. بما انك انت فاضي او انت مستعد انك تناقشني في الكتاب يبقى انت خلصت قراءة. 37 I not my friend Kamal since we were at school. انا من ايام ما كنا في مدرسه وانا عارف كامل. والله كلمه يعرف ما تجيش مستمر، فطلعي انت بره وانت كمان بره. هات نون ولا هاف نون؟ لا، ما هو سينس بيجي قبلها مضارع تام. اي نوت 2000 مترز توداي. والله ده عدد والعدد ممنوع ناخد فيه مستمر. طيب بما انك قلت لي توداي يبقى ده مضارع، يبقى اي هاف ران. تامر هيز نيو كار فور 5 ييرز ناو. قصه خلصانه برضو هنا، ما دام انت عندك في الجمله 4 معاك في نفس الجمله ناو، اعرف ان ده مضارع تام مستمر، بس زي ما كنا بنقولها دايما بشرط. ايه الشرط؟ ان الفعل اللي ينفع يجي مستمر. طيب ناو مضارع، فاللي فيها هاد بره، اللي فيها هاد برضه بره. يا ترى هاز هاد ولا هاف بين هافينج؟ والله يا باشا والله كلمه هاف ما تجيش مستمر، يبقى انت تصفى الامور عندك على اختيار واحد بس اللي صح اللي هو رقم 39 بي. طب رقم 40 بليز هيلب مي، لو سمحت ساعدني. اي ماي باسبورت وات كان اي دو، لو سمحت ساعدني انا ضيعت جواز السفر، ماذا استطيع ان افعل؟ يبقى انت كده فقدته، يبقى I have lost. هتسألني ليه ما ناخدش رقم سي؟ ما هو انت ينفع تقول لي حدث الفقد ده كان مستمر؟ انت فجأة ضيعت الموبايل، وبعدين ويل ما ينفعش اقول لك ساعدني اصل انا هضيع موبايل ان شاء الله في بكره يعني، وما دي ماضي، ماضي ما ينفعش مع المطلع اللي انت استخدمته كان ده. I wuthering heights all day. انا بقرأ في قصة اسمها wuthering heights دي طول اليوم. It's very interesting. هي شيقة جدا. But I am only on chapter 3. بس انا للأسف في الفصل الثالث لسه، يعني معنى كده ان انت مستمر في القراءة. يبقى I have been reading. My grandfather not abroad. He prefers to spend his time. بقول لك ان جدي ما سافرش بره قبل كده، ده هو اصلا بيحب يعيش ويتجول حول مدينته وطنه، يعني يلف حوالين البلد بين القرى والمدن. يبقى معنى كده ان هو has never traveled. ده رقم ايه؟ تاني كده، هو عمره ما سافر بره، ده هو بيحب يلف في البلد. 43 Your hands, ايدك are really dirty. ايدك متسخة يا ابني، ماذا كنت تفعل؟ يبقى what have you been doing. بداية your hands are دي مضارع، معنى كده اني بسألك عن حاجة في مضارع، فبره يا هات وبره يا هات. ثانيا will be doing، ممكن اقول لك ان ايدك وسخة، هو انت كنت ستفعل ايه؟ انت ماذا ستفعل ولا ماذا فعلت او كنت تفعل؟ I miss you so much، انا مفتقدك كثيرا، انا لم اراك منذ سنوات طويلة. الى الان، الى الان، خد بالك من الحتة دي، بيقول لك انا مفتقدك كثيرا، انا لم اراك منذ وقت طويل الى الان، يعني الموضوع مضارع تام اهو او مضارع يعني. يبقى I haven't seen، وانت عارف ان السين ما تجيش مستمر. Since the beginning of COVID-19، منذ بداية COVID-19 العالم الاقتصاد العالمي، دي بقى فيها فكرة وفيها افتكاسة. انت عارف ان انت بتقول ان الاقتصاد يتأثر بكورونا، حلو؟ طيب انت من تحليلك للجملة دي عارف ان الاقتصاد ده هو المفعول وكورونا دي هي الفاعل، فالطبيعي انك انت بتقول لي كورونا تؤثر على الاقتصاد او الاقتصاد يتم التأثير عليه بواسطة كورونا، يعني انت عايز مجهول من الاخر، فعشان كده هتقول لي has been greatly affected. تاني كده، اصلا كأنك بتقول ان الاقتصاد اثر عليه بواسطة كورونا. طيب رقم 46 doing the new exercise yet، القيام بالتمرين بعد. والله يدي مضارع تام، يبقى انا هقول له have you finished، هل انتهيت منه؟ I am still working. أنا ما زلت أعمل. I haven't finished doing my task yet. لم أنتهي من المهمة بعد. والله يت عايزة مضارع تام برضو، بس ما ناخدش have finished ليه؟ لأن يت عايزة مضارع تام ومنفي. They not road to our village recently. والله recently برضو مضارع تام، فاطلع بره هاد، اطلع بره هاد. يا ترى have been paved ولا have paved؟ have been paving. هم بيمهدوا، مش هنقول بيمهدوا، أنت عايز معلوم، يبقى رقم سي. She not a thorough cleaning of the house. Everything is sparkling. كل شيء لامع. كل شيء بات لامعا. معنى كده ان هم بيعملوا تنظيف دقيق للمنزل وشغالين ولا خلصوا؟ لا اكيد خلصوا، ما هو البيت بيلمع. يبقى زي او she has done. طب ليه ما ناخدش has been doing؟ has been doing دي معناها انها لسه مستمرة، يعني البيت لسه ما لمعش. وانت في اخر الجملة قلت لي everything is sparkling. البيت كله بيلمع ازاي يا جدعان؟ ده هي نظفت. My aunt not in Tanta for 10 years only. Now she is living in Ansura. بقول لك ان عمتي عاشت في طنطا
فور، لا ما احتمت فور ده اكيد، فور 10 years old يعني بقى لها 10 سنين بس. دلوقتي هي عايشه في المنصوره، يعني معنى كده ان الحدث العيشه في طنطا انتهى، فحضرتك تاخد ماضي بسيط اللي هي ليفد. طيب ادخل بعد كده على الرايتنج. الرايتنج ده مديني حاجات كده عن حاجه اسمها الساين بوستنج والحاجات دي، اللغه الارشاديه اللي احنا بنسميها ساين بوستنج دي. في بيقول لك في منها ميجر ساين بوستنج وفي لينكينج ووردز اند شورت فريزز. ركز لي كده واحد شويه صغيرين، عايزك تفهم الكلمه دي مني بالعربي. الساين بوستنج دي يعني ايه؟ هي كلمات او عبارات الراجل اللي بيعمل برزنتيشن بيستخدمها عشان يعرفك احنا فين بالظبط. على سبيل المثال لما يجي يقول لك انت ساتحدث اليوم في هذا العرض التقديمي عن كذا كذا كذا، اولا ساتحدث عن كذا ثم سافرد حديثي عن كذا، او من بعدها شويه كده يقول لك والان ننتقل الى كذا، ختاما معرفش ايه كده، ثالثا كذا. الكلمات اللي كانت دي اسمها ساين بوستنج ووردز. يعني ايه ساين بوستنج ووردز؟ يعني كلمات بتعرفك احنا فين. فلما اقول لك اولا انت كده عرفت ان احنا هنقول اول حاجه، ساتحدث تفهم ان انا كده في اول مقدمه، وختاما تفهم ان انا كده في الخاتمه. فالكلمات دي هي اسمها ساين بوستنج. حلو. في منها ميجر ساين بوستنج وفي لينكينج ووردز. لينكينج ووردز من اسمها كده تعرف انها ووردز، زي كلمه زين افتر مش عارف بيفور الكلام ده. طب ميجر ساين بوستنج، الميجر زي الحاجات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي، لو عامل لك منها جدول دي. الحوار ده مش محتاج اي دماغ اقسم بالله، الموضوع اصلا انت من غير ما تقراهم انت هتفهمهم. لما اقول لك مثلا ذا توبيك اوف today's ليكتشر از، موضوع النهارده هو كذا، بستخدمها فين دي؟ اكيد في الانترودكشن، ما هو قال لك انترودكشن. وات اي ام جوينج تو توك اباوت ان today از كذا، ما اتحدث عنه اليوم هو كذا، دي برضه في المقدمه. ذا بيربس اوف today's ليكتشر، دي لما نيجي نظهر البيربس او برضه في المقدمه. In today's lecture I'm going to cover 3 points وهكذا. طيب طب لما تقول بقى let's start by talking about كذا to begin firstly، لما تيجي تتكلم عن اول جزئيه. طب لما تيجي تقول مثلا to sum up finally، لما تيجي تتكلم عن اخر جزئيه. الحوار ده مش محتاج اي دماغ، تعال نحل اسئلته كده وانت هتعرف ان هو مش اي دماغ. بس اعرف ان sign posting دي الكلمات اللي بنستخدمها عشان نعرف الناس احنا فين بالظبط في الحوار. اول سؤال الراجل بيقول لك هنا when a speaker، لما المتحدث wants to start a new topic he says which of the following. بص لما يحب يبدا في عنوان جديد، يعني هو بتكلم عايز انتقل لفكره جديده، هيقول in this talk I will explain. لا ده حضرتك في الانترودكشن خالص في الاول. it's important to remember، دي لما يحب يلفت انتباهك لجزئيه مهمه. that's all I have to say about، ده في اخر كلامه عن جزئيه معينه. لكن لما هو يحب يبدا في نيو توبيك هيقول لك now I would like to move to another او to the second to the third ايا كان بقى reason. when you paraphrase a lecture's words، لما تيجي تعمل paraphrase. كلمه paraphrase يعني ايه يا عم الحاج؟ كلمه paraphrase انك تكتب الكلام اللي الراجل قاله بس باستخدام الكلمات المفتاحيه من كلامه اضافه الى اسلوبك انت. طب ما تيجي نشوف كده، او to use the keyword، استخدم الكلمات الاساسيه بس من كلام المتحدث. In your own words، تكتبها كلامك باسلوبك انت. لكن لو انت خدت الفريدس ستريت، لو انت خدت الكلام من بق الراجل على طول ورحت كاتبه رازع في الكشكول، انت كده ما عملتش اعاده صياغه. انك تستخدم بريف اوفر فيو، انك تستخدم شيء مختصر للمناقشه، ده تلخيص. انك تاخد بعض الكلمات من النص وتكررهم تاني بطريقتك انت، بطريقتك انت. لا ما هو مش سام ووردز، انت البارافريزنج انك تاخد كلام الراجل كله تكتبه باسلوبك انت من غير اي تقصير او اهمال. طيب الجملة اللي بعد كده which of the following is an example of signposting phrases، مين في دول هي مثال للsignposting phrase؟ تعال نشوف. that's all I have to say about، هذا كل ما أريد أن أقوله بشأن كذا. أيوة ما أنت كده عرفتني إنك خلصت. there are number of points، هناك عدد من النقاط سأتحدث عنها، برضه signposting، أنت بتعرفني إنك هتتكلم عن كذا حاجة. you are all very bad listeners، أنتوا كلكم مستمعين ما أنتوش نافعين في حياتكم خالص. لا كده غلط، يبقى كده A and B. to highlight important information، لما نحب نبرز معلومات معينه احنا ممكن نستخدم ايه؟ نستخدم اللي احنا قلناها الاول قبل كده اللي هي مين؟ it's important to remember كذا، ده رقم واحد. تعال نشوف الثانيه كده. what I find particularly important is، ان ما اجده هام جدا هو كذا، دي تنفع. that's all I have to say about، دي في ختام نقطه معينه، لما اكون بتكلم عن حاجه معينه اقول لك هذا كل ما اود ان اقوله. let's move to، دي من الانتقال، في الانتقال من نقطه لنقطه. let me summarize، ده في تلخيص اللي انت قلته كله. طيب مين في دول يا عم بنستخدمه علشان نظهر ان في شيء important اللي انت قلت لي عليها كده؟ what I find particularly important is، اللي هي رقم ايه؟ in an invitation RSVP، في الدعوة يا عم. ال RSVP
دي معناها ايه؟ قلنا 100 مره معناها ان الرد على الدعوه ده شيء اف اوبشن الاختياري. accepting the invitation قبول الدعوه is necessary، قبول الدعوه ده شيء ضروري، يعني انت بعت لي دعوه تعزيني على فرحك وتقول لي ان القبول غصب عنك هتيجي. let me visit you ازورك، ولا replying to the invitation is optional رقم سي، عايزك تحفظها عشان دي اتكررت كذا مره. ار اس في بي معناها ان الرد على الدعوه شيء اختياري. all of the following sign posting except كل دول sign posting first اولا اولا ثم بعد ذلك، لكن ريبيت مالهاش علاقه بالساين بوستنج، يبقى ريبيت هي اللي بره. طب ساين بوستنج كان بي سبيشالي يوسفول فور الساين بوستنج، دول الكلمات اللي الكلمات المفتاحيه او التنظيميه دي ممكن تكون مهمه خصوصا ل، تعال نشوف. اول واحده ترانزيشن، ترانزيشنينج فروم وان بيج ايديا تو انذر، انك تنتقل من فكره كبيره الى فكره اصغر، ايوه دي صح. بارافريزنج ذا مين ايديا، سمرايزنج ذا بيج ايديا، quoting the general idea of the topic. لا، احنا بنستخدم الساين بوستنج عشان ننتقل من فكره لفكره، مش عشان نلخص، ما بنستخدمهاش عشان نلخص. انت بتستخدمها لما تيجي تلخص عشان تعرفني ان انت بتلخص دلوقتي، لكن ما بتستخدمهاش للتلخيص. على سبيل المثال انت ممكن تقول ايه؟ to summarize، to summarize. هي كلمه to summarize كده انت اختصرت الكلام؟ لا، ده انت بتستخدمها عشان تبين لي انك هتلخص. to signal the end of a talk، عشان نعلم او نحدد ختام الكلام، خد بالك نهايه الكلام. بنقول ايه بقى؟ let's summarize briefly، هيا نلخص باختصار what we have looked at. دي الاجابه. بس حضرتك تفهم، مش انت قلت لي يا مستر هنا الساين بوستنج ما بنستخدمهاش علشان نلخص؟ ايوه ما بنستخدمهاش عشان نلخص، احنا بنستخدمها عشان نقدم للتلخيص. ركز في الكلام دي. بمعنى انت لما تقول لي let's summarize briefly what we have looked at، هو انت كده لخصت؟ لا، ده انت كده قدمت لي انك انت هتلخص. tell me عرفني معناها، call me later اتصل بيا بعدين، let me show خليني اوريك، let me know دعني اعرف، هي دي. ما هو let me know عرفني بتساوي tell me. ايه من دول ممكن يكون جزء من مقال عن the skills needed to face the challenges of the future؟ السؤال ده احنا حلناه قبل كده في الكتاب المعاصر. ايه من دول ما ممكن يكون جزء من مقال عن المهارات المطلوبه لمواجهه تحديات المستقبل؟ تعال نشوف. اول واحده however، بالرغم من no one can ignore the importance of experience to remain employable regardless of، بصرف النظر عن، لما تقول لي بصرف النظر عن دور احمد في يعني كده معناه انه ملوش لازمه. انت بتقول لي بالرغم ان ما حدش بيهمل اهميه الخبره لان تظل قابل للتوظيف، بصرف النظر عن يعني وسيبك من التغيرات، لا ما هو انت بتقول لي فوق ان المهارات المطلوبه عشان نعمل او نواجه التغيرات، معنى كده التغيرات مهمه، فما ينفعش تقول لي بصرف النظر عن التغيرات. most experts agree that، معظم الخبراء بيتفق ان مكان العمل سيتطلب الموظفين اللي عندهم مهارات مختلفه عشان يسيروا التغيرات اللي بتحصل في الحياه المهنيه دي، مظبوطه. طب personally I think that traditional criteria will remain، انا شايف ان الاساليب التقليديه هتفضل زي ما هي، معنى كده ان مفيش تغيير. this is why a lot of young people still prefer، ما زالوا يفضلون ان هم يشتغلوا شغل جنب البيت. هل الجمله دي كده لها علاقه بالتغيرات المطلوبه في الوظيفه والمهارات اللي احنا محتاجينها عشان نواجه التغيرات دي؟ لا، ده انت بتقول لي ان ذات زواي عشان كده كثير من الناس اللي من دول ما زالوا بيفضلوا يعيشوا جنب الشغل، ملهاش علاقه بالموضوع خالص. يبقى كده احنا قلنا رقم بي صح فعلا. خلصنا كده، الامتحان مرفوع. انت بتسمع الفيديو ده، الامتحان هتلاقيه وصلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.